مرحبا بكم في قناة ماضي للأطفال. اليوم سوف نتعلم حرف الذال في برنامج الحروف العربية. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد يا أبطال. حرف الذال هو الحرف التاسع في الحروف العربية المتكونة من 28 حرف. هيا لنشاهد معاً كلمات تبدأ بحرف الذال. ذئب، ذرة، ذهب، الآن كلمات في وسط حرف الذال. جذع، أذن، باذنجان. الآن كلمات تنتهي بحرف الذال. تلميذ، أستاذ، قنفذ. كما نذكركم بالأخير بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.